الإركابي نافيا جملة الأمر وتفصيله. الأنباء المنشورة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتحرير سمو الرئيس شيكا للنائب العدوى عارية تماما عن الصحة. في موضوع آخر، نفى وكيل الشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء نايف الإركابي نفى نفيا قاطعا الأنباء التي نشرت ويتم تداولها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها أن رئيس الوزراء قد حرر شيكا باسم النائب خالد العدوى. ووصف الإركابي هذه الأنباء بأنها محل افتراء ومن أساليب الفتن التي دأب البعض على الترويج لها بين الفينة والأخرى دون سند ودليل عبر مختلف وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام ببث هذه الأنباء. كما نوه الإركابي إلى خطوة استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لبث تلك المزاعم وربطها بأعضاء مجلس الأمة، متمنيا ألا تتحول هذه المواقع إلى مواقع للفتنة الاجتماعية.